هاد الوقفة هادي كنديروها تنديدا بالحصار اللي كتمارسوا علينا الدولة كجمعية. اولا فاش كيتجسد هذا الحصار؟ الدوله ما بغاتش تجدد لينا وصل الايداع القانوني ديالنا. حنا عندنا وصل الايداع القانوني ديالنا ديال 2002، ولكن كل مره كنديروا مؤتمر وطني كيرفضوا السلطات يجسدوا لينا هذا وصل الايداع. وكذلك على المستويات المحليه كاين بعض المجموعات المحليه اللي كانوا خذوا وصل الايداع، ولكن مؤخرا السلطات كترفض تجدد هذاك وصل الايداع. مؤخرا درنا واحد العدد ديال الجمعات العامه في المجموعات المحلية مراكش، الدار البيضاء، الرباط، القصر الكبير، فاس مؤخرا، ولكن كل السلطات المحلية كترفض تعطينا تشد عندنا هذاك الملف. كيقولوا لنا هذاك الملف ديالكم راه مرتبط بالإدارة المركزية في الرباط، راه حنا كنفذوا غير التعليمات ديال الإدارة المركزية في الرباط. لهذا حنا اليوم كنديروا هذه الوقفة هنايا في الرباط للتعبير على التنديد ديالنا ضد ذاك الحصار. دابا علاش الدولة في الحقيقة كتحاصرنا؟ لأنه حنايا اليوم كجمعية كنعتنيو بواحد العدد ديال القضايا استراتيجية ديال البلاد اللي مرتبطة أولا بهاد التبعية للمؤسسات المالية الدولية وهالاتفاقيات ديال التبادل الحر اللي كيشكلوا أدوات كنعتبروها أدوات ديال الاستعمار الجديد. وكنقولوا اليوم بأن هاد السياسات هادو راه كتنزل بالثقل الكبير ديالها على الفئات الشعبية وعلى الأجراء، وحنا كنساعدوا باش أننا يعني ننظموا المقاومات. دونك لهذا حنا كنعاودوا مصرين على اننا حنا غادي نواصلوا هذا العمل ديالنا كجمعيه ديال التثقيف الشعبي وغادي نددوا بهذا الحصار. بيضاء